مين الشخصية التاريخية اللي انت نفسك تجسد دوره وتعمل دور في الدراما بيه؟ شخصية تاريخية. كابتن صالح سليم. صالح سليم. ده اوكي. بالنسبة لي تاريخ يعني، ده طبعا. بالنسبة لي ده يتعمل نفسك فيلم عنه تجسد طبعا، دوره. الله يرحمه. و انت عايزة تاريخية قصدك، حاجة يعني قديمة شوية؟ تاريخية او معاصرة على فكرة، مفيش اه مشكلة. يعني يعني بس انا ايه الشخصية اللي انت بتقول انا نفسي اعمل الدور ده؟ نفسي اعمل كابتن صالح سليم، نفسي اعمل خالد بن الوليد. خالد ابن الوليد. بس هما دول اللي في في شخصية دماغي دلوقتي. معاصرة حاسس انك يعني مستفزة الممثل اللي جواك وعايز تمثلها؟ لا مفيش. بصراحة تمام. مين فتوة احمد صلاح حسني اللي ممكن يدافع عنه في الغلط قبل الصح؟ اللي يدافع عني في الغلط قبل الصح، عيلتي، مراتي، أختي اختك. ومراتي و بس، ووالدي طبعا ظهري يعني، أكيد أكيد والدي يعني، اكيد بس طبعا. يعني هم دول أول ثلاثة بيجوا في دماغي يعني.